شكرا معلقنا الكابتن احمد مناع. في تغير مفاجئ الحقيقه واختلاف كامل في الاداء، نجح النادي الاهلي ان هو يحسم اللقاء بنتيجه 81-59. مبروك النادي الاهلي، هارد لك نادي سموحه، عمل مباراه كبيره، ولكن النادي الاهلي نجح في الكوارتر الثالث والرابع انه يتبدل تماما. كل السلبيات اللي كانت في الشوط الاول والثاني اختفت، بل بالعكس ايجابيات ولعب سريع وريباوند وديفنس. النادي الاهلي تغير تماما وكانت النتيجه على السكور 81-59. ارجع لضيوفي في الاستوديو كابتن طاهر، زي ما توقعت، زي ما احنا الشوط الثالث والرابع الدنيا هتتقلب خالص للنادي الاهلي بلا شك. هو هدفه في الاولاني والثاني غير هدفه في الثالث والرابع، وهو يعني مشهور بانه هو في الحتة المصيريه بيتحول بيتغير، يعني ماتش مش مصيري هتلاقيه بيعمل روتيشن كتير، هتلاقيه بيغير، هتلاقيه بيدي فرص للناشئين، الحاجات دي. انما لما تيجي بقى مساله فيها حسم وفيها مصير، مصير بطوله، مصير ماتش، بيغير، بيلعب بكل اوراقه، بيلعب بكل اوراقه، وبيبقى بيركز ان هو مش هيدي فرصه للناس كلها 12، لا هو بقى غير في اسلوب فني يوصله للمكسب. وبالتالي زي ما احنا شفنا كده اهو، بعد ما كنا متاخرين بثلاث نقاط، النهارده فرقنا فرق قرب ال 30 بونت تقريبا. طيب في كوارترين، وده فعلا يبقى هو كان يقصد حاجه، مش بص على السكور قد ما بص انه يعمل روتيشن، يجرب لعيبه. لما دخل الموضوع بقى في الحسم قال لك العب بكل قوتي، وده اللي كان. كابتن سلعاوي التالت والرابع كان في تحول غريب جدا، خاصه في الدفاع والفاست بريك. يعني احنا النهارده لما نلاقي نادي سموحه حط 59 بونت توتال منهم محطوط في الشوط الاول، كان كام يا كابتن الشوط الاول؟ كان السكور في الشوط الاول 32، يعني نجح انه يتحط 26 نقطه فقط في الكوارت التالت والرابع، يعني بمعدل 13 نقطه. وخلي بالك كابتن، والشوط الثاني كمان كان 13 نقطه. يعني السموحه حط 13 في الثاني والثالث والرابع، في الاول حاطط 19 نقطه. فهنا في تحول ملحوظ في الدفاع. هي طبعا هي بدايه قويه بدانا بيها الشوط التالي، اظهرت شخصيه البطل. كانت دفاع نجوم، اللعيبه اتحركت برجليها صح، تالق ولتر ووج في الكوارتر الثالث، هو وابو النصر، الفاست بريك رجع لنا، فرجعت شخصيه النادي الاهلي. هي كانت مشكله الشوط الاولاني والثاني ان مفيش فاست بريك، اصبح عندنا ريباوند او لم كرات وطلوع منها بفاست بريك سريع، فادت الى ظهور النادي بهذا بالشوط الثالث والرابع. واعتقد ان الثالث والرابع يعني اظهرت بعض، يعني معظم نجوم، كان في نجوم، كان تالق عمرو الجندي وتالق ايهاب امين.